روز، ايه ماما؟ السكرات عم بيسألوا عنك. وينك مختفية يا روز؟ لصراحة كنت تعبانة وكانت مدرسة، كان إجازي. المهم يعني كنت تعبانة. كان إلي روز يومين تعبانة، حرارة ووجع حلق. ايوه وزكاة، بس هلأ إن شاء الله صارت أحسن. أحسن بكتير. طيب شو راح تصوري لنا الفيديو الجاي؟ شو صح؟ خلاص مفاجأة. أفكارك. أي صح تذكرت. شو؟ أقول حفلة المليون، 100,000. حفلة، في عنا حفلة 100,000، وفي عنا تجربة من تجارب التيك توك كمان راح نسويها. وغير عن هيك يا روز، في سؤال كمان عم بيسألوا لنا إياه. كتير. اللي هو ليش يا روز دايما بتصوري بالمطبخ؟ ليش؟ هذا استديو. هيدا نسينا نكتب عليه استديو. هيدا الاستديو اللي قلنا بصراحة، المكان اللي بناخد راحتنا فيه، يعني لا. صالي عائلي. أيوة. الغرفة كل وحدة جالسة فيها المكان. فنحن وين بنرتاح؟ بالمطبخ. يعني مين بده يقعد بالمطبخ غيرنا؟ خلص، غير انا وروز بنروح وبنصور الفيديو، لا حد بيزعجنا ولا نحن بنزعج احد. صحيح يا روز. يا المهم عم بيقولوا لك السكرات لا تغيبي عننا، نحن كثير بنحبك واشتاقوا لك كثير. انت شو حابه تقولي لهم؟ انا بحبكم كثير كلياتكم. ووصل هالفيديو كم انت بدك لايك؟ 9,000. قوية يا روز. شو 9,000؟ هن أدب يوصلوا بعدين. قولي ألف. أوكي. قولي ألفين. 500. مو تسعة.